انه العمل تحول من عمل درامي الى عمل وثائقي وتاريخي. يعني انا حتى متابعه طول شهر رمضان، بقى العمل وكانه جزء اخباري. يعني حتى قنوات الاخباريه اللي موجوده في الوطن العربي بقت تاخد الجزء وتعلق عليه وكانه حدث. يعني حدث بعينه من جديد. يعني يعني تحول الى عمل اخباري. هل انت سعيد بانه احنا وصلنا برضو ان احنا نوثق لاعمالنا في جيل احنا عشنا الاحداث دي وشفناها، وانها جرأة من الدولة المصرية انها تقدم ده سريعا جدا؟ يعني كانت الدول جزء من حرب تنتظر سنين على بال ما تقدم ده. انا عايز احيي القيادة السياسية على اختيار الوسيلة او الوسيط اللي كانت عايزة انا حاسس ان عايزة توصل معلومات مهمة. يا جماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا كنتوا عايشين ازاي، وكان ايه اللي بيتدبر، وكنا هنروح فين. وحاولت اكتر من محاولة، وانا متهيألي ان هي يعني ده في بذل جهد حقيقي. يعني في كده قيادة عايزة توصل حاجة، مهتمة انها توصلها. هي خلاص بقت القيادة مش محتاجة كانت انها ممكن تعمل كده لو عايزة تنفرد بالموضوع، انما الاهتمام بتاع للامانه يا جماعه لازم تبقوا عارفين عشان الناس تفهم، عشان الناس تبقى عارفه. لا مش بس هيك، مش بس هيك، يعني حتى احنا مهم جدا. في الوطن العربي متاكدين، يعني مش بس من داخل مصر. أيوة طبعا. متاكدين انه شغلتين مهمات كانوا رساله من هذا العمل. الاول حتى لا يزور التاريخ تحت اي بند ممكن، ما تدورش التاريخ ده صحيح. ثاني شيء علشان هي زي ما حكينا الحرب كانت في البدايه انه الدولة لازم تضرب بيد من الحديد، ما تنخدعش بالدعايات الزائفة بدعوة الدين.